أخي وزميلي الوزير الثاني للخارجية لجمهورية لبروني دار السلام سعادة داتو إيريوان يوسف الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة المغربية. هذه الزيارة عندها واحد الخصوصية لأنها أول زيارة ثنائية يقوم بها وزير خارجية بروني إلى المملكة المغربية منذ إقامة العلاقات هذه 35 سنة. العلاقات بين بلدينا هي علاقات قوية ومتينة، قائمة على التضامن وقائمة على التشبث بما يجمعنا وخاصة الديانة الإسلامية. علاقتنا تقوم كذلك على علاقة جيدة بين جلالة الملك محمد السادس وجلالة السلطان حاجي الحسن البرقية سلطان بروني دار السلام. هذه العلاقة بين العائلتين الملكيتين هي واحد العنصر أساسي لتطوير العلاقة وعنصر أساسي لتعزيز هذه العلاقة الثنائية. بحال اللي قلت هذه 35 سنة باش درنا العلاقات الثنائية وحققنا فيها مجموعة ديال النقط الإيجابية سواء من خلال فتح سفارة بروني دار السلام بالرباط، سواء من خلال التنسيق واللقاءات اللي كنا كنديروا على هامش الاجتماعات الإقليمية والدولية، وكان عندنا آخر لقاء في نواكشوط هذه بعض الأسابيع، وكذلك من خلال دعم مجموعة من الأنشطة خاصة في مجال التكوين، حيث أن المغرب كيعطي سنويا 5 المنح لطلبة من بروني دار السلام. اليوم خلال هذه الزيارة اللي هي زيارة مهمة بحال اللي قلت لأنها الأولى من نوعها، هناك رغبة بأننا نمشيو في إطار التوجيهات ديال جلالة الملك وديال جلالة السلطان لإعطاء دفعة قوية لهذه العلاقات الثنائية. ما وقعنا عليه اليوم غيخلينا نهيكلوا ونبداو مشاورات سياسية بين الوزارتين الخارجية البلدين لمناقشة القضايا الثنائية ولكن كذلك القضايا الإقليمية والدولية. وكنتمناو أنه في الأشهر المقبلة نعقدوا أول دورة للمشاورات السياسية بين البلدين. الزيارة كانت كذلك مناسبة باش أننا نحاولوا نشتغلوا على مضمون اقتصادي لعلاقتنا الثنائية، سواء في مجال الاستثمار، وكنعرفوا الأهمية ديال الاستثمارات ديال بروني دار السلام في العالم، أو في مجال التعاون القطاعي في مجالات بحال الأمن الغذائي، السياحة وغيرها. كذلك غادي نعزو في مجال ديال التبادل الطلابي، والمغرب غادي يرفع عدد المنح اللي كيعطيها البروني من 5 إلى 10 منح انطلاقا من السنة المقبلة. وكذلك غادي نشتغلوا على تهيئة التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات اللي هي موجودة في المجال الاقتصادي وفي المجال ديال التعاون التقني. كيجمعنا انتمائنا لمنظمة التعاون الإسلامي، وكيجمعنا تصور متقارب للإسلام المنفتح الذي يجب الترويج له على المستوى الدولي، وكيفية مواجهة حملات اللي كتواجه الديانة الإسلامية. كذلك غادي كنعتمدوا كثير وكنشكروا ونثمن الدور اللي كتقوم به بروني دار السلام لدعم
الشراكة بين المغرب ومجموعات آسيان. بحال اللي كتعرفوا المغرب بدا هذه واحد تقريبا 10 سنوات واحد المسلسل للتقارب مع آسيان، وقعنا على اتفاقيات وحضينا بواحد الوضع ديال شريك للحوار. اليوم بغينا نمشيو الى مستوى اعلى في علاقه المملكه المغربيه مع آسيان. وكان دائما بروناي دار السلام من الدول الداعمه وبقوه لتطوير الشراكه بين المغرب وهذه المجموعه الاقتصاديه والسياسيه المهمه. تحدثنا كذلك حول القضايا الاقليميه، سواء فيما يتعلق بالشرق الاوسط والقضيه الفلسطينيه واللي كاين فيها يعني نفس المقاربه ونفس التصور. المغرب من منطلق رئاسه جلاله الملك محمد السادس لجنه القدس عنده مسؤوليه في هذا الملف، وعنده كذلك دور للحفاظ على الهويه الاسلاميه والهويه العربيه لمدينه القدس. تحدثنا كذلك حول قضية الصحراء المغربية، وحنا كنعرفوا المواقف الداعمة لبروناي دار السلام، وشكرت السيد الوزير على هذه المواقف الثابتة والإيجابية. إذا فانطلاقا من هذه الزيارة غادي نوضعوا واحد برنامج عمل للعلاقات الثنائية، وغادي نحاولوا أننا نترجموا من خلاله رؤية عاهلي البلدين لعلاقات، ماشي فقط علاقات صداقة وعلاقات أخوة وعلاقات تضامن، ولكن أيضا لشراكة ذات مضمون اقتصادي مهم ولحوار سياسي وتنسيق سياسي.